شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات، ونبدأ في هذا اللقاء مع الأخوين الكريمين الدكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري في إكمال ما توقفنا عنده من سورة المائدة. وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولعلنا نبتدئ بهذه الآيات مع الدكتور محمد حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب، أي لا يستويان لا عند الله ولا عند الخلق أو عند العقلاء من الخلق، ولا يستويان أيضا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن الطيب ولو كان قليلا أكثر خيرا وبركة وأعظم فائدة وعائدة من الخبيث. الخبيث له زبد وبهرج وله يعني بريق ولمعان، لكنه في جوفه خال من البركة والنفع، وأيضا في عاقبته عاقبته شؤم وبلاء على صاحبه وعلى الناس جميعا. ولذلك قال بعدها: ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن الخبيث أحيانا قد يعجب، قد يملأ العين، وقد يشعر الإنسان معه بالنشوة ويحس معه باللذة أو بالطرب أو بشيء مما ينبهر به الإنسان، لكن الواقع أن العاقبة في الأمر الطيب. ولعل من الأمثلة على ذلك أحبة الكرام مثلا ما نراه من أنظمة الكفار، فإنها قد تكون معجبة وجميلة وتأخذ بالألباب وتخدع العقول وتهز الأنفس وأصحاب القلوب الضعيفة التي لا تبصر ما وراء يعني ما وراء الأشياء. انظر مثلا إلى الأنظمة الديمقراطية، هي كثيرة جدا، وهي في الوقت ذاته مبنية على أمور إذا رآها الإنسان في مبادئها وجد أنها حسنة وتعجب الناس، لكن عندما يتأمل في داخلها وينظر إلى حقائقها ويجد أن فيها إسقاطا لحق الله في التشريع وظلما للعباد من زوايا لا ينتبه لها إلا أصحاب العقول، وأيضا فيها إبعاد للناس عن أمر الآخرة تماما وتعظيم لأمر الدنيا، فهنا نقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كم هي الدول التي تحكم بالأنظمة الديمقراطية؟ ولا أقصد بالنظام الديمقراطي هي تلك الآليات التي يقررها النظام الديمقراطي، ولكن في أساسه وروحه، وهي كونه لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ به. فهنا يعرف الإنسان مآلات هذه الأنظمة. وقد ذكر لي في إحصائية أن عدد الدول التي تطبق الديمقراطية أو تعلن تطبيق الديمقراطية تتجاوز 170 دولة، ولكن لا أحد يطبق روحها إلا دولتان فقط، يعني التزمت بروح الديمقراطية، والباقي يأخذ من الديمقراطية ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه. فنحن نقول: يأخذون من الديمقراطية أول ما يأخذون محادثة الله ومحادثة رسوله وعدم الحكم بشرع الله عز وجل ونسيان الآخرة وإسقاط الشرائع والتعدي على الفطر وتعظيم أمر اللذة والشهوة والهوى ونسيان الحقائق والروحانيات التي جاءت بها الأديان وعظمتها وهي أساس سعادة الإنسان. ثم قال الله عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب. هذا أمر من الله بالتقوى لمن كان له عقل، وهذا يدل على أن معرفة الخبيث والطيب تحتاج إلى عقل، ومعرفة العواقب لكل من الخبيث والطيب تحتاج إلى عقل ولب
نظر وتبصر، وأيضا معرفة أن الخبيث مهما بهرج نفسه وزين نفسه فإنه لا ينبغي أن يلتفت إليه. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم، جميل. يعني هو هذا الكلام يعني الذي تفضلت به يعني فيما يبدو له علاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حفت الدنيا، عفوا، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك هذا من كمال الابتلاء للناس في الدنيا، هو أن الخبيث له زخرف وله بريق مما يغري يعني الإقبال عليه، وبالتالي يقع الناس في الفتنة والابتلاء. صحيح. نعم، في حين مثلا على سبيل المثال الأشياء التي يعني فيها طاعات وفيها خير تجد أن ربما ليس فيها نفس البريق ونفس الزخرف الذي يجذب الناس إليها. نعم. فهنا تتميز المؤمن من الصادق من الكاذب الذي يعني لا يتنبه لهذا. وهي يعني إشارة إلى أن مصدر التشريع في الإسلام هو الوحي. نعم. ولذلك حتى في سورة البقرة عندما قال الله سبحانه: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال أيضا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. سبحان الله. فهذا قوله ولو أعجبتكم، لأن فعلا الخبيث قد يكون فيه من المحاسن الظاهرة التي تدفع إلى الاختيار له أو الإقبال عليه أو الاغترار به. صحيح. بخلاف الخير والإيمان والحق فإنه قد يعني لا يكون كذلك. طبعا الإعجاب كما يقول ابن الجوزي في زاد المسير، يقول: الإعجاب ها هنا السرور بما يتعجب منه. وذكر يعني أقوال في المراد بالخبيث والطيب، يعني ما هو الخبيث وما هو الطيب. والأقوال ذكرها تشعر بأن ال في الخبيث وفي الطيب للجنس. نعم. سواء كان في مأكول أو مطعوم أو كان في مسموع أو حتى كان في ذوات. أيه. نعم. فكله يشملها الخبيث والطيب. وطبعا قدم الخبيث هنا على الطيب، قد يكون لعله علاقة بما سبق ما يتعلق بقضية الصيد في الحرم. أي نعم، الصيد في الحرم. أي نعم. فهو في أصله ليس إيش؟ خبيثا، لكن في ذلك الوقت سيدخل في هذا الخبث، في الخبث. وهذا يدل على مسألة، وهي أن الشرع هو الذي نعم هو الذي جعله في هذا الوقت ليس من الطيبات. أي. يعني في وقت معين ليس من الطيبات. جميل. ولهذا لما قدم الخبيث قل لعله يكون لهذا السبب. أي نعم، لأجل هذا السبب. وقد يكون دكتور أيضا كأنه جاء جوابا لسؤال. جوابا لسؤال، يعني سائل يعني تتساءل عن هذا، عن طيب هذا الصيد مثلا، او على سبيل المثال مثلا الربا قد يكون فيه ارباح كثيره جدا خياليه لا تكون في التجاره العاديه. نعم. فتعجب، فسائل يقول: طيب وهذا يعني الربح الوفير الذي ياتي من الربا ما شانه؟ فقال الله: هذا خبيث. والخبيث ولا يغرك، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أي. فإنه يعني ماله إلى المحق، محق والخذلان. ولذلك قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مع أن الربا تفتن الإنسان، ترى شغلة تأتي لك بالمال وأنت جالس والعالم كلها تكدح لتأتي لك بالأرباح، والمال ينمو بذاته من دون جهد ولا تعب وهو مضمون الربح، لكن ما عاقبته؟ قال الله عز وجل مبينا عاقبة شيء من الخبيث الذي ذكره في الآية، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك الصدقة في ظاهرها أنها نقص من المال، خسارة أي وذهاب للمال وفناء له، لكن الله يبين لك أنها نماء للمال. طيب والربا ظاهره أنه نماء للمال وازدياد له، يبين لك الله عز وجل أنه عاقبته تؤود إلى المحق والخسار والذهاب وعدم البركة. نعم. وفي آية أخرى يعني داخلة في معنى هذه الآية، وهي في آخر سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم في البلاد، تمكنهم منها وهذا يفتن كثير من الناس. نعم. وقدرتهم على
الصناعات والاختراعات وغيرها، مما يجعل بعض الناس يتنازل عن مبادئه وعن دينه وعن هذا الهدى والخير الذي آتاه الله إياه لأجل هذه المباهج في الحياة والعزة الظاهرية التي ليست حقيقية، فينخدع ويأخذ بما عند هؤلاء مما هم قد خسروا فيه. يعني القضايا الروحانية مثلا الغرب كله يعاني منها ويشعر بأنه قد خسر يعني هذه الروحانية التي جاءت بها الأديان، ولذلك يعانون من مشاكل وأمراض نفسية وعقد وأشياء من هذا القبيل، مع أن زينة الدنيا بين أيديهم لكن ما تنفعهم. بل يعني قرأت أن من أكثر الدول في نسب الانتحار الدول الاسكندنافية اللي ما فيها من رفاهية، مع أنها من أكثر دول العالم من حيث مستوى دخل الفرد والرفاهية. صحيح، ما يدل على افتقارهم من يعني إلى الوحي وإلى الهداية وإلى النور الذي يعني أنزله الله في القرآن الكريم. أنا أعطيك مثال آخر، لو تأخذ دولة أوروبية ودولة أفريقية ممحوقة، يعني نسبة الفقر فيها نسبة عالية جدا، أكثر الناس تحت مستوى خط الفقر، وتأخذ نسب الانتحار في هذه وهذه، طبعا العقل يقول المفترض هؤلاء الذين في الدولة الأفريقية مع فقرهم وقلة ذات يدهم والمجاعات التي تجتاحهم الأولى أنهم يكونوا أولى بالانتحار من أولئك الأوروبيين. الواقع خلاف ذلك سبحان الله، ولذلك اللي ينظر للعواقب حقيقة ما يغتر ولا ينخدع، واللي ينظر إلى المباهج والمظاهر سينخدع، لأنه لما ينظر مثلا إلى هالجمال والشوارع والمصانع والأنظمة وغير ذلك تأخذه ببريقها، لكن ما يدري إيش داخلها. ولذلك الذي شبه الحضارة الغربية بأنها كالطبل، صوته عالي وجوفه خالي، صوت جميل فتظن أن داخله شيئا جميلا، لكن إذا نظرت في الداخل ليس هناك شيء. نعم نعم. هذا البرنامج برعاية تزود خير أيام، فما أحلى الضياء فيها، تزود وارتجي خيرا. إخوانك في جمعية البر الخيرية في شعف جارمة في منطقة عسير يقومون بالنيابة عنك بتنفيس كرب الأيتام والمساكين والأرامل والعجزة والسجناء، يمسحون عبراتهم يواسونهم، وفي وقفهم المبارك وقف بر الوالدين أدعوك إلى أن تؤسس هذا الوقف. اللهم أعط منفقا خلفا. يمكنكم الاشتراك أو تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق أحد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6800-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-5706. هذا البرنامج برعاية تزود خير أيام، فما أحلى الضياء فيها، تزود وارتجي خيرا. طبعا الإعجاب في القرآن أغلبه جاء مذموما. ها؟ الإعجاب في القرآن أغلبه جاء مذموما. أي نعم.
وغالب مبدأ الإعجاب هو الانخداع، يعني انخداع النفس بالشيء المعجب به، ومثلها الكثرة. في سورة التوبة لما ذكر قصة حنين قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فإذا تأملت الإعجاب تجد أنه في القرآن جاء مذموما، يعني أغلبه جاء مذموما. وهنا عندنا نفس الموضوع، وهذا يبدو والله أعلم مبعثه الجهل، يعني جهل النفس بحقيقة الشيء، يعني جهل النفس حق الشيء، فيقع مثل هذا الأمر الذي لا يتعرف إيش، أو الذي لا تنتبه النفس إلى عواقبه، مثل ما ذكرت بداية الحديث في كون الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فكونه يأمر بالتقوى فيه إشعار بأن التقوى مصدر من مصادر معرفة التمييز بين الطيب والخبيث، وعدم الاغترار بالخبيث حتى لو زخرف. جميل. واللب الذي قال عنه يا أولي الألباب أيضا فيه إشعار بأن العاقل هو الذي يتدبر في هذه الأمور، فلا تؤثر عليه هذه أيضا الملهيات أو المشغلات التي تجعل الخبيث له زخرف وبهرج، فتنشغل النفس به وتظن أن عاقبته ما له إلى خير. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى بقوله لعلكم تفلحون، فلا فلاح إلا بالتقوى، يعني لا فلاح إلا بالتقوى، قال فاتقوا الله لعلكم تفلحون. ومجيء يا أولي الألباب في بينهما كأنه إشعار أيضا بأنه أن التقوى بحاجة إلى عقل وإلى لب. نعم. في قضية مرها أحد الناس هداه الله عز وجل وهو من أهل الإسلام، يعني يقول له يا فلان الصحوة الإسلامية أخذت الشباب من الملاعب إلى المساجد، قال أنا أتحداك اذهب إلى الملاعب واذهب إلى المحاضرات، ستجد أن الملاعب أكثر من المحاضرات. طبعا هذه صورة من صور كثرة الخبيث وقلة الطيب. ولذلك أنا أقول لإخواني ممن يشاهدنا إياك ثم إياك أن تتبع شيئا لكثرة من يفعله. مرة من المرات خرجت تغريدة حول كيف أن الإنسان يمضي وقتا طويلا في التشجيع ومتابعة الأندية والحرص على معرفة أخبار الكورة والمباريات العالمية والأولمبياد وغيرها، وهو لا يستفيد لا دينا ولا دنيا، يعني حتى الفائدة الدنيوية غير موجودة. لو كانوا بيعطونك شيء من المال أو يقسمون لك شيء مما إذا كنت ستشجعهم، يعني يقول في فائدة دنيوية، لكن لا هذه ولا تلك. بل إني مرة من المرات في إحدى الدول رأيت شاب خرج من قريته في جنوب المملكة إلى جدة وركب درجة أولى وإلى بلد يبعد 8 ساعات عن بلادنا من أجل يحضر مباراة للمنتخب في ذلك المكان ويرجع في نفس اليوم، يعني جلس فقط 24 ساعة حتى شاهد المباراة ثم رجع. قال حببت أني أشاهد. طيب ستنقل على الشاشات؟ قال لا، يختلف لما تكون في ساحة الملعب ومع قال مع أننا كدنا نتعرض لموت، لأنه حنا كنا قريبين والمشجعون للنادي الآخر الذي هو نادي البلد المستضيف كانوا هم اللي ملأوا الساحات. يقول فكادوا يفتكون بنا. قلت والله يمت ما أظن هذا في سبيل الله، ستكون في سبيل الشيطان. لكني سألته كم قطعة التذكرة؟ قال بكذا 1000. قلت وهذا يهون عليك؟ قال لي نعم يا أخي، هذه يا أخي شيء حاجة يعني تفوت، يعني العمر ما يسواها أو مدري إيش من الكلام. فتعجبت من هذا وأقول سبحان الله. أنا أقول لإخواني هذه الآية تنطبق على هذا المعنى، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أنا أعلم أن كثيرين من الناس عندما ينهمكون في مثل هذه الأمور إنما ينهمكون لأنهم يرون كل من حولهم من الناس يعني يتابعون هذه الأشياء ويتحدثون عنها وينهمكون فيها دون أن يكون هنا لذلك أي ثمرة. يعني أنت الآن لو تتحدث عن موضوع مثلا الأراضي أو الدنيا أو التجارة أو الاستثمار، أقول هناك في مصلحة جالس أنت تعد لها والأمر يعني فيه مكسب بالنسبة لك، لكن هنا ما هي المكسب؟ ما هي الفائدة؟ يعني هو بس يعني إشباع
رغبة يعني رغبة في التشجيع ولا في محبة الكورة وذي، وهي مرحلة مؤقتة يبدو لي، بعضهم يتجاوزها وينساها. لكن والله بعض الناس ابتلى بها تجده في الخمسين والستين ولا زال متحمس جدا سبحان الله، ماخذ عليه جو ويوالي أحيانا ويعادي على أساس الله. هنا الخلل. طيب ننتقل للآية التي بعدها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سبحان الله، يعني هذه الآية مفصلية في القرآن الكريم، والحديث عن السؤال في القرآن الكريم يعني فيها أمر بالسؤال وفيه نهي عن السؤال. ففي آيات في القرآن الكريم فيها أمر بالسؤال، مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أليس كذلك؟ وفيه آيات تنهى عن السؤال، مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فيجمع بينها، ولذلك يذكرها بعض العلماء في الكتب موهم الاختلاف. كيف هذا الاختلاف؟ هنا أمر بالأسئلة وهنا نهي عن الأسئلة. فيقال أن هذا النهي اللي في سورة المائدة المقصود به النهي عن أولا عن السؤال عما لا يعنيك، والأمر الثاني عن الأسئلة في وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل واحد قال: يا رسول الله أفي كل عام؟ يا الله، سؤال صراحة محرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فلما كرر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. الله أكبر، يعني هذا السؤال ما له داعي. لو قلت نعم لوجبت، لوجبت ولا ما استطعت، ولا ما استطعت. كل سنة وانت تحج. والله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والحديث أخرجه مسلم. نعم، هذا هو المنهي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس إثما أو جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألة. اليوم تلاحظون أحيانا في الاختبارات تكتب أسئلة، مثلا تقول: اذكر الكتب التي تكلمت عن أحكام القرآن، مثلا أربعة كتب. يجيك واحد: يا شيخ اذكر تاريخ وفاة المؤلف. ايه تقول ايه اذكر؟ قلت اذكر. ايه اذكر. ايه انا ما طلبت هذا، والسؤال لا يحتمل هذا. فاحيانا يدخل الواحد ويسأل عن تفاصيل لو يعني يمكن ان يجاب عنها اجابة فيها مشقة. صح. وهذا سبحان الله بعض الناس يعني في هذا يعني ان صح التعبير اللقافة. ايه. وهذه منهي عنها هنا، لأنها قد تحمل المسلمين حملا فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب هذه الأسئلة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولا تكثرون الأسئلة. وذلك لاحظوا في سورة البقرة عندما أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة وبلغهم موسى، أعطوه مجموعة من الأسئلة: ما لونها؟ ما هي؟ أليس كذلك؟ بلى. فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وهذا فيه إشارة إلى أنك لو سئل عن هذه القضايا بعد انقضاء الوحي من باب التفقه في الدين مثلا أو التعلم فلا حرج في ذلك، لكن كان النهي يعني هنا في هذه الآية منصبا بالدرجة الأولى على الأسئلة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن أشياء كثيرة. نعم. ما لم يتركها نسيانا، ولكن أيه. رحمة. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا. فلا تسألوا عنها. ليش تبحث فيها فتكون سبب لي يعني تحريمها؟ وإلا خلاص الله سكت عنها. صحيح. ألا تلاحظون معي أنك في بعض الشخصيات مولع بهذه الأسئلة في كل أمر، في كما ذكرت لكم بالاختبارات، في بعض القضايا الإدارية، في بعض القضايا المجتمعية، مولع بكثرة الأسئلة التي تعود بشكل سلبي على القضية. صحيح. في حين أن السماحة وقبول
يعني الأمور بشكل فيه بساطة وفيه مرونة، أنه أخف على الناس وأخف على المجتمع وأخف على الموظف وأخف، وبعض الناس يشق على نفسه بكثرة الأسئلة وكثرة الدخول في التفاصيل وكثرة يعني أشياء مسكوت عنها. نعم. أحيانا في النظام مسكوت عنها، فبعض الناس يأتي وينبش بالضبط ويروح يلفت النظر المسؤول، يقول يعني إشارة إلى المادة كذا وإشارة إلى المادة كذا، فيلفت النظر فيصدر قرار الحاقي فيه تشديد وفيه مشقة. صحيح. صحيح. يعني مثلا الآن يقول مثلا عندنا في النظام الجامعات أنه يجوز أنك تذهب للمؤتمرات الخارجية وتذهب إلى كذا، يجيك واحد يقول فقد لوحظ كثرة السفر إلى البلد الفلاني، فيصدر قرار بمنع المؤتمرات في هذا المكان بسبب سؤال هذا الأخ الذي هو يعني دخل في هذه الآية في هذا النهي. طبعا هذه الآية من ناحية سبب النزول، طيب العجيب أن ذكر فيها مجموعة من أسباب النزول. طيب. يعني مجموعة، والطبري يقول أنه وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، يقول يعني ذهبت ناقتي، أين أجد ناقتي؟ نعم. من أبي؟ من أبي؟ حديث عبد الله بن حذافة المشهور. وذكر مجموعة من الروايات في هذا، ثم ذكر سببا آخر من الأسباب في ذلك، وأن نزلت من أجل مسألة سائل عن شيء من أمر الحج، ذكره الدكتور عبد الرحمن، وذكر أيضا أسباب أخرى في هذا، ثم ختم. طبعا آخرون قالوا بل نزلت هذه الآية من أجل أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ثم ختم هذا الأمر بأن جميع هذه المذكورات من أسباب النزول محتملة أن تكون هي سبب، هي سبب النزول، محتمل تكون سبب النزول. ولهذا قال في آخر ترجيحه من أجل ضيق الوقت يقول وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة، يعني جميع الأسباب مرادة، لأن مخارج الأخبار بجميع المعاني التي ذكرت صحاح فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى. لكن في مسألة معينة في هذا، في هذا هو أن لو أردنا أن نطبق السبب الأول وهو السؤال عن الناقة والسؤال عن الأب وكذا مع سياق الآية قد لا ينضبط، لا ينسبك. يعني إن تسألوا عنها حين ننزل القرآن تبدأ لكم، ما علاقة هذا يعني ما السؤال عن الناقة وغيرها لا علاقة له بماذا؟ ولا في مشقة، ولا في مشقة، مما يشعر بأن هذا من باب تنزيل الآية على مثل هذه الأسئلة، وليس أن مراد أنها هي سبب النزول المباشر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى